الإنسان بلا مخ حيوان أعجب بل حجر أصم لا قيمة له ولا نفع. ماذا لا توقف المخ توقف كل شيء أصيب الإنسان بالشلل صار عاجزًا حتى عن أن يخدم نفسه أو يحرك عضو من أعضائه. والعبادة هي الخضوع التام لله رب العالمين معنى الخضوع الاعتراف بالضعف والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة من شؤون حياتنا. ويدلل المؤمن على خضوعه لله بدعائه لله سبحانه وتعالى قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين لذلك لم نعجب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أي هو الدين الذي يفعل عبادتك لله عز وجل وقال أيضا الدعاء هو العبادة أي الإطار الذي يغلف عبادتك كلها